الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد إلهي سبحانه وتعالى دورها لك النقض وحان قلبت كهذا موضوع كسابسا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث كأحاديث أدو عجيب بدنو حديث كوحقها الله ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات حديث نتكي سبا صحيح نايو حينوش صلى الله عليه وسلم سدح ومهلكات أو ننك سدح ذا شيء كل عواه لكسن سدحنا ومنجياده هذه قفك سدح ذا الشيء إلهي سبحانه وتعالى وإرزاق منجياده سدحنا وكفارات أوقف ذنوبته قال الله قلنا فهدو الله أماده سدحنا ودرجات قفك درجة الغصية ما أنت مركا موضوع أنا حديث كأيون قندونا أد مركا أقول لك إيسن نين والبابا وور روا وحل وحل أكسمين وكبت باده قف كصاموس وور روا من جياد يبت باد وور روا قف كصاموس إن دم بيجين الله دافع وور روا قف كصنا وور روا درجة في الدنيا والآخرة درجة سرين وقعت وور روا حتى مركا وحل براني قف كوحوج عليها منتصرة أما درجة سرين وكبفافه إنه كباصه قفك وحوج عليها تذكر لحظة إنه درجة سرق قال نم والبابا درجة سرق واربا نم والبابا مال سر رئيس واربا نم والبابا مال قرى واربا عند قيسان مركا حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم نو حول ثلاث مهلكات سدح والوه لك سما وثلاث منجيات سدحنا والقبت بادا وثلاث كفارات سدحنا وكفار دنبق على الغرافة وثلاث درجات سدحنا درجة دائية قفك الغصية فأما المهلكات وحلوها لا يسمه فشح مطاع بقي لما لا أطيعه وهوى متبع يهوى الراعه وإعجاب المرء بنفسه قفك النفتي سوى عجب جلسه صوبنا صلى الله عليه وسلم سد أحد الوه لا يسمى حاكم هذا شح مطاع بقي لما لا أطيعه إلى حلو ومن يوق الشح عن نفسه نك النفتي سوى بقي لما لا قدر هذا أولئكم المفلحون كوا اللبانيون بخيل لماذا مركا أرين حنوي أرين في عن ما أرين في عن مركا وحل ولا يسمى بخيل لما إلهي سبحانه وتعالى حاله كسينا بخيل كل نقط تذكي إلهي مصمين إسكسي وحمصين إلهي سبحانه وتعالى حاله كسيي لقالو كسيي هضن نمو كسيي حاله هذا كوب بخيلون إنا وحكب بحسه حدي آدم واح كب حين محانو قنيسا وهلاك سميسا شح مطاع بقين ناطع وحاك لو سوق الله سبحانه وتعالى مالك موسى سين إلهي علمي بكسية علمي إلهي بكسية ومدها كاكرا علمي إلهي بكسية هكوب خيل علمي إنا دتك جارسي سو إلا هذا ترى علمي هذا دتك جارسي دتك بع شيخ نقن أنا جبال لي لدرجة نقن علمي هكوب قيل وذا شح مطاع وحل وهلاك سوي وحال ربا إن هذا كبا خير من حق رب سبحانه وتعالى كسي حق هذا إسلام كواحق قبل مساكين تيدات كدو عفضة ساعدة مركي حق هذا الله بعد حق هذا اللي هلوي هذيك لمحان قنيسة حق هذا كبا خير ويسا وانا كوها لك سميسة إلهي سبحانه وتعالى عقل بكسي تدك عقل موسى سمين تدب هذا عقل بضن هذا فكرة في عن هذي هولا خير كان ما جل قبل الله بي يسير له ده 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 يقانان إلهي عقل وكسيه يوافجن عقل هذا دتك هكا حكرن حدي هذا التو هذا اللو بهن يو إلا هذا الله ربه إيا حدي قاب كرتاب وقفك عقل يسوين وسلب بقين
شح مطاع وحبان بامرك سوق اليو إلهي سبحانه وتعالى وحا وكسيه نفتا ده كلب بخيل أو زوجته ده كلب بخيل أو أهلك ده كلب بخيل ومن أو والدك ده كلب بخيل أو جيرانك كلب بخيل أو دعوة دينك كلب بخيل إلهي وكسيه وحكا به وحا الوازمك حكم ده شح مطاع بخيل ما لا أطيعه قلب كلوات وهو المتبع إنه قفك هودي سكرع إلهي كتابه نو سودجي كتابك القرآن كم حال لو سودجي أصلاً أنا كعمل فلان لو سودجي إن حومك سايك قاعد أنا لو سودجي إن مركا قفك ودي سورع أو إلى عاد لقيت عاد عري لذه أما قوانين قال يا كفر دجي سو وحكو حكمه قال لي يا كفر وي وحلو أهل يسمى هوا المتعود ما أنت نو حامدة وما أنا بس أنا كتابك رب سبحانه وتعالى يسون النبي صلوات الله وسلامه عليه كتاب الله إن كل رقم منه سنة النبي أنا أحقون تقنو أرنت أد بين وقفكتي إن يرو إلهي من حيث موي إن فربضنا الديار بمعهن نقول بوه هو يسك الرعي هدي عادة عادة الرعي قوانين قال سودج هدي تيو على الرعي قفك هو الرعي على المغضي وحال ولا سوى هو المتبع حواذا أول الرعي وحالها الوه لك سموي سيدا أمرك أبد بأن محال الرعي إلهي كتاب كيسة إن أنا أحقون تقنو إلهي كتاب كيسة إن أنا أحقون تقنو إن الحكم إلا لله إلهي سبحانه وتعالى كتابك حوم كلام الله محمد قال الربا كتابك رب سبحانه وتعالى إن أن كامر قناة صوحهم تنادي كلا هو المطاعين قنيسة قفا وحاركيسة حديما تور كتابك رب سبحانه وتعالى هلا حوم تجمع أقلا أما عدد يا قبيلك وحي دجستين ديار بويها بل وحي كجارن عدد لقت عري لده مدى صلاة دمت كذا محاه ودي سورة هو عاود بالي لهذا مدى قبيلك عاودي أو قبيلك ما جود درو هذا ما أنت دور نفط سوق جوي قبيلك نفط جوي صماك نعم برو وطن وضد كلاين وقبيله بالباصات درو وقبيل متقالي والدنيا كبر راعين صماك هو المتابع وحلاي بح كتابك الله كصهر إنك الراع هو المتابع الواحد لك سماه قلب سيد حد إعجاب المري بنفسه قفكو نفتي سأي عجب جلس سلوي أبقف سلوي نات عايز قالك تنين قطر سلوي نات إعجاب مريها بنفسي إني قفت النفتي سعجب جلسه نفتي سلوي ناته إعجاب مريها بنفسه قلب كمهلكات بالي هذا سد أحلى والوه لك سما شح مطاع وهوى متبع وإعجاب مري بنفسه وأما المنجيات وحالها الوبد باله وحكم فالعدل في القضاء والرضا عادل لمن الله سمايو مركا اديق عريسان تهي ايا مركا دان عريسين لبضب محال ربا العدل ربا إلا عدالي فعدلوا ولو كان ذا قربا إلا يحولي عدالي ولو كان ها ذا قربا مد قرابة وصاحبة هذا هل عدالي عدالي إلهي سبحانه وتعالى وجعلها سد أحلى أن دعادوا للعلم حاكمها الإمام عادل باكمها ننك إمامك عادلك هدو إلهي سبحانه وتعالى عروك سي عروتا إلا عدالي حقا وحسيس ماذا يعطي هذا ولا عدالي حقا مرشد يعرض بحنته ولا عدالي هوين هدو ربي سبحانه وتعالى بدن وكسيه وقل سدين عدالي سوي عدالة على ربا ساسا النبي صلى الله عليه وسلم نين سحابة عنقو كياني مركز في الويل كان نبي لوحان ربا عدون كان نانسيه نبي صلى الله عليه وسلم عرورتا دولا المصيس وحور المايا مركز في الأنم مرقاتي كعاي شهادة جو أما وحام بنالي مرقاتي كعاي ويلكو حليوة اللي قعل نو حول عرورتا هذا دارو تباري نمضى هل نيكون أقضام وضصيه أما أود الديد مركز حال الربا إن العدالة على الربا إذا زمانتم حار كيسا إنت بان صومالي دو حار كيسا المهضة مع عداليان ويلكو لقرب أرتا مركور لشو لشو وانقل كالو هجاجيا سفي عن بالو كوريا قران كالبرا اسكولا لجيا غور مركو غان اباها مرضى لحظه كحرتا العقبوسيا غورو هجاجيا زاد وردا اما قبلها اركيميس ان يرى ربي سبحانه وتعالى انا حريص موي كواد اركيميس ابيها غرب صعود او دينتا الله بري سنة النبي بري اركيميس ويلك قاني ديبا لي قانجر الحمد لله انك سواد الروي مركا غور لغان وحاركيسا حالا سميا guur marka la gaaro waxa la sameeyaa gabadha dan laga ma gabadha xoolaha laga qaata aabo waa xoolo suuga dhuntu taagaya mar allah markii gabadha la soo doonin baa hun guri laan iimaal aan ku dhicin hooyadina waa sidii oo kale inkastoo ilaahay naxariis ma wiin
in yaroo ilaahay u naxariisamo ogii ma arkaysid aabbihii oo gabadhii guri u dhisi aabbihii oo gurigii gabadha dhigi hooyadii oo macnaha gabadha wax ku daraysa waa yartahay waa qaliil maxaa cadaaladdi baa meesha ka maqan cadaaladda yaa ka maqan markaa in la cadaaleeyo wey haddii haween aa qabta haweenta cadaale qalbiga inuu mid jecel yaa laga yaaba ilaa xagga cadaalada waxaa rabaa xagga aradbixinta iyo xagga hoyadka iyo siga kale o dhan in loo cadaaleeyo ayaa la rabaa markaa munjiyaad waxa lagu badbaada waxaa ka mid eh waxa alcadaala ka mid eh facdilu walow kaana daa qurba hadduu qaraaboba hadduu rab ha ahaadee in la cadaaleeyo haddii qofka adiga isku dhaweydanaya qof kale ay isqabsadaan oo aa ogaato qofka kale inuu daalim yahay maxaa la rabaa waxaa rabaa inaa cadaalaysaa la rabaa inaa cadaalaysa ayaa la rabaa wey markaa caraysanta iyo mar kalena waa isku mid saasaa dadka qaar xalkiis waxaa lagu dhi hebel hadduu caroo lalama hadli karo fulaano hadday carooto maya lalama hadli karo maya sidaas maaha inaa cadaalaa la rabaa cumar u fiirso nin saxaabi ahaa ayaa wiil u imaaday deer uu yahay xoreedeer oo adiga cumar agtiisa sharafaa ka leedahay cumaran ragga quraaduu soo dhaweysanyo ninkana qaari u ahaa xor waa inaa ii geysaan rabaa nin iska reebaadi u ahay markii loo geeyo xor cumarow asla magaa cadaalana waxba kuma xugmisid wax khayroo samaysana ma lahan cumar inuu xinaaqu wuu xinaaqay inuu garaac u damay ilahi markaa wuxuu wiilka wuxuu akriyay qudilcafa waamur bilcurfi waacrilhe can jaahiliin cumar waa istaagay cadaalada kamuusan bixin waa nin madaxe cadaalada cumar waa la yaqaanaa haddana cumar cadaaladii kamuusan bixin wuu cadaal aayadda marka lagu dul akriya halkaas ku istaagay waqaafan muxuu ahaa bikitaabilah ilahi kitaabkiiaada uu istaago qodobka labaad alqasu fi lfaqri waalqina inuu qofka dhadhaxaysto markuu faqiir yahay iyo markuu taajir yahay labadaba dhadhaxaysi baa la rabaa xoolaha in lagu ciyaaro lama ogolo hadduu ilaahay subxaanahu watacaala xoolo ku siiyey ilaahay hadduu dhaqaale ku siiyey ilaahay hadduu hodan kaa dhigay inaad xoolihii ku ciyaarto israafto waxaad doonta ku samayso maalinba gaarigii soo baxo aad ku gadato guriga aragtaba aad tira waan ka dhisi waxaan doonaa ku samayn lama ogolo haddaa faqiir tahana wax ilaahay ku siiyey israaf lama ogolo maxaa la rabaa alqasu fi lfaqri waalqina ilaahay subxaanahu watacaala muxuu ku ammaanay cibaaduraxmaan arrintaa baa lagu ammaanay qodob saddexaad wa khashyat ullaahi tacaala fi sirri waalcalaaniya inuu qofka rabbi subxaanahu watacaala ka cabsado sir iyo calaaniya keligaa markaata ilaahay ka cabso dadka markaa dhex joogta ilaahay ka cabso yacni markaas sirtaada hoose iyo calaanina daahirkaadaba labadaba ilahay inaa ka cabsata wey inaad daahirka dadku muujiso qof fiican qof qiimo badan inaa u muujiso haddana waxaad doonta aad samayso waxaad doonta aad ku hadasho markaa meel cidla tagto ama kooxdaadii iyo kutladaadii aad meel la gasho shareecada ma banaano shareecada waxaa ma banaano maxaa markaa rabaa wa khashyat ullaahi tacaala fi sirri waalcalaaniya ilaahay inaad ka cabsata fi sirri waalcalaaniya daahirkaada iyo baatinkaada sidaa daahirkaada u muujinayso ilaahay inaad ka cabsanayso maxaa rabaa baatinkaa inaa u muujiso fi sirri waalcalaaniya wey saddexdaa markaa waa muujiyaad falcadlu fi lqadaai waalrida waalqasu fi lfaqri waalqina wa khashyat ullaahi tacaala fi sirri waalcalaaniya wa ama alkafaaraat kafaarada waxaa dembiga lagu dhaafo faintidaaru salaa bacda salaa wa isbaaqu lwuduu'i fi sabaraat wa naqlu aqdaami ila aljamaacaat faintidaaru salaa bacda salaad salaad la soo gadaasheeda salaad kala salaad baa tukatay salaadda kale inta laga gaari baa masaajidkii ku nisatay halkii baa salaaddii kale ku sugtay waxyaalaha kafaaraadka wey maqribki baa tukatay ilaa cisho inta laga gaari baa masaajidkaga jirtay ilaahay subxaanahu watacaala ee bariday iska qur-aan akhrisay waxyaalaha kafaaraadka wey faintidaaru salaa bacda salaa wey qodobka kale wa isbaaqu lwuduu'i fi sabaraat iyo weysadoo la taameela waqtiga qabowga sabaraadku waa qabowga waqtiga qabowga biyaha ay ku dhibaayino weysaa la taameela ama qabowga si allah u jiro oo jawigii baa qabow biyihii baa qabow ama xanuun baa dareemaysaayoo biyihii baa ku dhibi weysadoo markaa la taamyeelo isbaaqu lwuduu'i fi sabaraat weysada oo la taamyeelo in xaalaha dembiga lagu dhaafoy dembiga waxaa lagu dhaafoy isbaaqu lwuduu maxaa laga wadaa culamada qaar waxay leheen waxaa laga wadaa weysada qofka saddex saddex inuu gaarsiiyo wejiga saddex jeer gacanta miig saddex jeer bidax saddex jeer madaxoo hal la masaxo lugta miigtoo saddex jeer la dhaqo bidaxoo saddex jeer dhaqo isbaaqu lwuduu fi sabaraat qolna waxay leheen sidaa maahe weysadoo la taamyeelo xubnaha meeji loogu talagalo la gaarsiiyo
si nabi sallallahu alayhi wasallam uu weysaysan jiray loo weysayso ayaa loo wada adiga weysadoo la taamiyelo lagu xeel eeraado waqtiga qabowga xaalaha faalaha lagu dhaafo qodob saddexaad نقل الأقدام إلى الجماعات كم دخل لقاعدة لا صعدة إلى الجماعات جماعين اللي وسويت كده رجع جماعة واجب يكتبها كبه لا واجب كمها هدي أدانا أجر كوالقسين أو الله قري مركا صعد كلا صعدة ومساجد لا هذا خيرات كلا صعدة وكفارة إذا أنت مساجد صعد أصلا صعد saa sanu salaalahu alayhi wasallam ciideenka markuu wada ku tago wada kale uu ka soo noqon jeenay salaalahu alayhi wasallam wa naqlu aqdami ila aljamaa'at sadda hasan wa kafarat fa intidaru salaa ba'da salaa wa isbaq alwudu fi sabarat wa naqlu aqdami ila aljamaa'at wa amma darajat wa halaha darajada lagu helo kor qofka fa id'aamu ta'am wa ifsha'u salaam wa salaatu billayli wan naasu niyyam وحالها الدرجة اللي وحها وكميدة فإدعام وطعام ينتظر أو دادك الله سيئو مساكين تقول لقوضيو مسافرين تقول لقرب استاغو وضيفك وحلا سيئو ينطلب بحيو وحي كميدة وحالها الدرجة يكور لغو قاد ما أنتنا محمدة إذان قادنا لقن كره قلبيتك أيوان شقيسي شقيسو نمان شقيسين شه معب هولها ساندل دلنا مايا ينتظر الله بحيو مساكين تقول لقوضيو قفك درجة ذا كر لغو قاداو ساسا حديث نبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار كموزول جبريل وجيران كي دردار انت عن كده طلو مش رحلي دونا السحابين محوله نبي كموزول وي دردار بالجار انت عن طلو مش رحلي دونا ما كاس حير وحيسا مركا عن تضاو كاريسو راشينك قادة مرقة أبضي جيران كادانا كسو وريك جيران كذا وح كسي في إطعام وطعام قلب كلو إفشاء السلام سلام الله فافي سلام الله فافي واته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحالها إن قال ذاك وحلاني وحاله يدك السلام ويقانيني وحأي بأكتي السلام لجميع رهض سيدا بلاها أن ترسل أيسن بلا وهن أو بلاها رسم والله ترسل تذك كوك إن قالان زكذا الغب حي وبلاها عادي ولا أقان أو محرم قبل لابد قبل لابد قبل لابدان bilahan kala hadal la isticmaalo wax jira ma hayn zakana lagu ma bixin karo mana lagu cibaadeysan karo saaso kala salaanta salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa halahan kala la sheeg waxa kaba jiro wax uu dadku isku barteen oo isku salaamaan way waxa la ajir laga heli oo khayrka laga heli oo wanaaga laga heli waa salaanta waa duco assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tushada naxariis iyo nabadgelyo ahaato salaanta la faafiyo نينكا تقاني نينكا أقاني واسكمت حتى وحيقة سلام تلين نقطة معرفة قفك دي آتقانا سلاميسا قفك دادا أقاني بكو مطر سنو سيدا اسمع نينكا تقاني نما نقاني بوا سلاميسا قف الله يقفك مسوه كاسو أربحو إفشاء السلام سلام تولى فافيه وصلاة بالليل والناس النيان حكو نبي صلى الله عليه وسلم وحيالها الدرجة الوسي وقفك حاكمي ده صلاة هبينك اللي تكده والناس النيان تذكر هردان تذكر جفتان سوكا عدي واتوكتي إلهي بابردي دعمها كرو تاكتي وهو حالها الغلاف وحالها قفك درجاتك في عن لغو السيوي حبيين كمان كاو حافي عن قفك هدو سوكا كعكر أول كنو كتوكد أما لحظ وكتوكد أما آخر كوكتو آخر كانوا فضي بضن وكا والصلاة بالليل والناس نعم نوحول أما درجات في إدعام وطعام عمتلس السيوي ويشاء السلام سلامت الله فافيه إيه والصلاة بالليل والناس النيام يهمين كل تكده تذكر هرتي نبي صلى الله عليه وسلم حديث كالو كاس وان كصوبحني حديث كالو حكو نبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة سد أحقول إلهي سبحانه وتعالى لما حل ثلاثة لا يكلمهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عداو أليم المصبر إزاره والمنان الذي لا يعطي شيء إلا منه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب نوحي صلى الله عليه وسلم سدح إلهي سبحانه وتعالى علمها لما أنت قيامه إلنا حريصنا كما فيريو سدح لا متقانا نوحي صلى الله عليه وسلم وليو حليا عذاب أدء كل بليه
ولهم عذاب أليم. عذاب هذا كل بيلي سدح ذا سدح حاكم ده نينك مص بالك ترك ديريه سروال كدولك كتجيده قبل هنا ديريان ولا ربا أما نينك ديريه أسوأ كتب كأن سيدا كل انتو نيو حنوش يسال علي سر رب سبحانه وتعالى نينك على مهلاي الرحمن كما فيريان كما فيرنا ما أنت محارك إيسا سروال كبال لجيد مع وست بال لجيد قميص كبال لجيد هذه قفك آتي لو لرك قابسنا ميتكو الرنبا وحقولي لستو من الخيالاء تدك فانتن كوواتان عنيق ميهي يكبر كي وانسك قبع كي كان الحقوين يجو جدين تم باقوا عدا دكتا ديك ودين سيال لغو أتكانين سوين نسكو عدا يما ما كان ننك الركي ستجيدو ما ينتقين رب سبحانه وتعالى ما فيريو إلهي لما نحال الله كالنباد والمنانوي ميتك شكشيو وحما بحي إلا منه وقال دايسا حسان كسيي كاسان كو قفتي وازها كو قرب استاقي كان بان كو يالي ومنان وشاق وانين شاق شبضا وحو بحيو شكشيغي وروحا وابحس إلهي درادي ساو بحسي محاو شكشيغي إيسا محاو داتك أولو بيسا محاو رفادين إيسا وحان سو مادا بحنين وابحس خلاص هدا بحس ديبها أولا وانين ولا ينظروا إليه إلهي مانا فيري قول كننك عساق لمانا حلو محاو منان وحا بحس إلهي يكون تسيكون عدي إسك جوج تضع حركة حساب واقاه بالبحاساسي واقاه كبحي في الغرها كاسفان يالي كاسفان لقبتي تيجي دان كبحي إلا مركة مزولي سيان قدان سينجر روح إلهي دلادي ساولا بحذي حلقة إسك جوج كان سدحاد واميت كبالي عذاب بحي بالحلف الكاذب بين بوكو بحين ودارت بركو قدان والله بانكو دارتي انتا سانك سوبحي والله بانكو دارتي انتا سانك سوبحي ساسو قدار سدح ذانن لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم عذاب كل بيليهم المصبل إزالة وحالينا هي مركة تذكر مركة جيدي أركة والها قاب صدانا وننك نركي سواء إنو جيو أنقو كور كماريو بل حديث كان وحكوير ما أسفل من الكعبين ففي النار وحي كعبين كهوصي النار النبي صلى الله عليه وسلم عارك هو مركة مسايس وقرين لابي مركة النسيدان وإلهي كلمي الوعاوي ذا مساعد ملاك كلمي مساعد كلمي إلهي الوعاوي بنانك سو إلهي متشو مركز اللي سوقل وعلى صول الله وعلى سوعل مركز دمانا وعلى سيدان بالعكس وحار كيسا قبله بالوه هذا بنانك يالين رجل لركب يجيد هيا وقبلها اللرهبي إن الوه هذا الله أركين كمده هذا إيسا الموقنين كان الله حين المنانو مسك شكشاو وحب حيوم حور راعن من يشاق الشيء وحاب حس إلهي كون تساكوريتك عامس حكولي من ضدك وحاب حسي خلاص ما جلال كون حاولتان وحن وحاب حسي إلهي درادس أو بحسي هلك هلالك كوحي راضيك كان سيد أحد وامتك بداعا كبحي النار ونارا والله بانكو نارتي وحاسان كسوا قضي كان بانكو سوا قضي وحوني كمي جلو حاسي بينا لوي سيد أحد أقفن إلهي سبحانه وتعالى مهلا حديث كان نبحي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم سدح قف ما أنت قيام رب سبحانه وتعالى لما حظ إلهي سبحانه وتعالى مطهر الدنب ومرضاف إلهي سبحانه وتعالى الرحمة كمفيري سدح هواكما ولهم عذاب أليم ولب عذاب أدو كل بيليهم كو الشيخ زاني وهنين دعوا فاحشة بورطاي دعويه هذا نمحور هذين يا فاحشي حمام بور هذين كو وملك كذاب وانين بقرة بين عليه محاكو قصوي وانين ماذا حباه محابة انت وعائل المستقبل وانين هدنا عير او كبير بضل سيد حاسنا رب سبحانه وتعالى الله محل او محيهن وانين داء وهدنا فاحشة بقرد زينة سمين او زينة دميت كير ملو اقول هاي ما يلو ما اقوله ومع ذلك دينين داء جوه او حوقي سيصور لما هذا هدى انو فولي دب عرضه او مالها اللوغة اللوغة انده هتاقو عرين في عناه وحي الله وضع اي سنبنانين كان يروح علينا اللي يريبها هاي سايو شهودي ساهر ليو حيوان انسا اقعيو كرهيو يا سديت انجر ساقاس انجر فضلي دبر هاديني سوء الله فاحشاء مالها ذا التاقن الى يوم انا حريص كان كلاوانين بقرو بين شينين مالحاي محابين محاكو قصو عدو كبقي مالها الهي موجو كعبصر وما دور الميجو أصيق وجوديه أليسه مركا إنو بين شيء ومحاب بينكو حنباري ميدا كلا سيدحان وأنين فقير وهذا إسكبرين بضل وفخير وحما هايستو هذا كبير
كبيرك وحرام وحفي عن ما سكبرنت نصوصا كصار أرتي حتى أنا دوقف سكبر قفك من قال هاي صار لقبقي حول هاي صار لين أصاب مساكين أو يكون ولا ذلك جاجل لمن هذا نسكبرن سد حرب سبحانه وتعالى مارين تقيامة ما فيريو لما نحلو لما وما نحيش ثلاثة لا يكلمهم لا يوم القيامة ولا يزكين ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم وسدح لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم دم كما الطهر ولا ينظر إليه مفيري وله حليا عذاب أليم شيق زان وملك كذاب وعائل مستكبر وثلاثة لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا سدح إلهي سبحانه وتعالى كما أقبله ما لنت قيامة صلاة واجبنا كما أقبله صلاة سنة كما أقبله صون واجب لقما أقبله صون سنة لقما أقبله حج واجب لقما أقبله حج سنة لقما أقبله فتلو سيدة حييه ويبهوغين كنكو وضوا عاق لوالديه ننك اللبدي سوالد عاسكو وحشر عدي وقوشانا عاسي أغن نقضه لا يقبل له منه صرفا ولا عدلا إلهي وحوك ما أقبل نكا واجب لقما أقبله سنة لقما أقبله كالنواد ومنانوه وأنك وحب حيشك شاو وحاسان كسي وحاسان كل قبطي لها منام بالي هذا ومكذب بالقدر إنك قدرك بينيو إلهي سبحانه وتعالى وحقر قدرك خيري وشري أي بين قدر كاسا مر ما يسلم كأسقنا مالنتا قيامة إلهي سبحانه وتعالى واجبنا كما أقبله سننا كما أقبله الحديث كان هذا لغيس سد أحلان قف وأحلقا أقبله ما بلها كو محن عاق لوالدي هل كاين نجا جوغان نبدان والد مكا هل كاين كا جوغان ادي والدين تي غورما دد اوو دنبس اديغان مخوينو شي عجوزك حبرتن والان مخاي شيغيسا لان ددك ادي وحضرن لبري او كتاب الا لغا ديري يا حتى والدك حقوقي سما قانا هويه وحي تما باقان هويه مخاي تاي هويه وحي تور ما هيو ابا وحو هي ور ما هيو وكاسي بخي ور هبل ما لا هلا دوقن ووالين تقن دوق وانا وي دوق حكل اوغ ملها ما اها حق وين انت حق قتر والدين تنا وين اي كدكتونا ارنتا سي عرورتود اي عاس او نقن وين ارنتا كدان صوب اي تعرورتا وحي بارك او نقن كان دين رب سبحانه وتعالى ان لبرو سنه النبي ان لبرو سي او اوغاد عنغان حقوق دا كوليد اديغا والدك حدادن برن حتى حقوق حكم غنا وان دشه كان دنتي اسو وحي وحي ملحان waan la sheekay kuwaan dhalin aad imaxay sidaantiin ma ku soo duceynay ma ku garab qabanay ma ku la hadlay ma ku soo dhaweynay mar baan ishaam salaam kalbahiima way wuxu kala og yahay malaha sabab yaan lagu noqon saasab xarkaysa waalidinta qaar xunug oo shan jir ba iskool la geeyin sadon jir buu iskool ku gaari suun maadi wax daran u baranay waalid wuxuu ma aqaan kuma garaacayn baa la sheegay waalidkooda garaacayn u liday u qaateen hooyada fiijiyeen guriga ka fiijiyeen baa la sheegay ka warareen han nadartu ilaani nin hooyadiisa guriga ka fiji oo duqo cad oo suunkana ulku ku tubayso maxaa wuxuu bartaa waxa bare hadii diin ala la bari laha oo sunan la bar laha darajada waalidku u joogo ogaan laha cunuga waxaan ogaan lahayn waalidiin darajadooda hadda kama hadlayna marka waxaan ka hadlayna xuquuqul waalidayn wixii ku saaro laga dhahay iyo birrul waaliday marka caaqun li waalidayhi kalna waad wamanaan way ninka wuxuu bixay shaq sheego ومكذب بالقدر نك قدر كبينيو نكاوي سد حقيقة واحد لقى أقبله ما لهن إلهي سبحانه وتعالى وحن كبر إنه الصلاة دين عبادة نجا أقبله كلمة وحن رأينا هلك كسوق جاوي وحن الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من القاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وبالله التوفيق.